السلام عليكم أصدقائي. الدراجات النارية تنتشر الكثير من الأخبار المغلوطة حول رخصة السياقة للدراجات النارية بالمغرب. سنحاول في هذا الفيديو توضيح بعض المعلومات المتعلقة بالبيرمي أو رخصة السياقة للدراجات النارية باعتماد على قانون مدونة السير. كما كتعرفوا أن رخصة السياقة في المغرب كانوا جوج، كان بيرمي أ و أ واحد، وبالنسبة للبداية تاع 2020 يعني تزاد واحد البيرمي ذاتو مدونة السير اللي هو كيتسمى بيرمي أ إم. ودابا غادي ندوز الامتحان ايه. وبالنسبه لهذا الامتحان الشروط اللي كيطلبوا بالنسبه لان المتبرع انه خصو يكون عنده 14 عام، وممكن لك انك تسوق بها الدراجات اللي ما كيتعداوش 50 سنتيمتر او اقل من 50 سنتيمتر مكعب. وبالنسبه لرخصه السياقه يمكن لك انك تسوق بها الدراجات اللي ما كيتعداوش 350 كيلوغرام. وبالنسبه للامتحان للدراجات هذه يعني الامتحان كيكون نظري، يعني نظري فقط. ودابا غادي ندوزو رخصة السياقة أ1. هذه الرخصة خاصة بالدراجات النارية الخفيفة التي تكون أسطوانتها أو سلندر من 50 سنتيمتر إلى 125 سنتيمتر مكعب، وهي ضرورية وإلزامية. هذا الرخصة تتمكن كذلك من سياقة الدراجة النارية التي تحتوي على رخصة السياقة أ إم. بالنسبة لرخصة السياقة أ إم يمكن لك أنك تسوق بها الدراجات اللي ما كتعداوش 125 سنتيمتر، يعني فوق 125 سنتيمتر يخصك بيرمي أ. وبالنسبة لهاد رخصة السياقة من بين الشروط أنك خص تكون عندك 16 عام. وبالنسبة للامتحان، امتحان اللي فيه امتحان نظري وامتحان تطبيقي. بالنسبة للأسئلة يعني كيعطيوك 40 سؤال وخصك تجيب 30 فوق من 30، يعني جبتي 30 راك نجحت، جبتي 29 راك ساقط. وبالنسبة إلى أنك نجحتي في الامتحان يعني كيطبعوا لك معاه بيرمي أ إم. والآن سوف نذهب على رخصة السياقة أ. هذه الرخصة خاصة بالدراجات النارية التي تكون أسطوانتها أكثر من 125 سنتيمتر. عندما تحصل على هذه الرخصة فإنك يحق لك مباشر سياقة جميع أنواع الدراجات النارية في المغرب من الأصغر إلى الأكبر. وبالنسبة لرخصة السياقة أ يعني إذا دوزت هذه رخصة السياقة أ كيطبعوا لك مع بيرمي أ إم و أ1. يعني وبالنسبة للشرط تاع يعني تاع البيرمي هذا يعني يمكن لك أنك تدوزه في 18 عام، يعني لو كانت عندك اقل من 18 عام ميمكنش انك تدوز هاد بيرمي او. وبالنسبه لهذا الامتحان او امتحان نظري وامتحان تطبيقي. بالنسبه للاسئله يعني كيعطيوك 46 سؤال وخصك تجيب فوق من 36 سؤال. بالنسبه لجبتي 36 راك ناجح، جبتي 35 راك ساقط. وبالنسبه للبيرمي او او واحد يعني كيكون بجوج فيهم امتحان السياقه. وبالنسبه كاين الناس اللي عندهم بيرمي بي وكيقول لك واش يمكن انك نسوق به الدراجات الناريه ا ام و ا و ا1. بالنسبه للبيرمي بي ما يمكنلكش انك تسوق به بيرمي ا ام و بيرمي ا و بيرمي ا1. يعني واخا يكون عندك بيرمي تاع الكاميو او الرموك واش دوك البوليس غادي يضربوك بمخالفه. وبالنسبه للمخالفه تاع ان ما عندكش رخصه السياقه يعني كتكون من 2000 درهم حتى 4000 درهم، يعني من 40000 حتى 80000. بالنسبه للمواطر اللي هما اكثر من 50 سنتيمتر راه البيرمي عليهم مطبق، وبالنسبه اللي فايت 125 حتى هو البيرمي عليه مطبق. بالنسبه للبيرمي ا ام باقي ما طبق ولكن هو حيز تنفيذ. وبالنسبه لي اول مره كيدخل القناه ما نستناوش يشارك ويدق على الجرس، ونتمنى انكم تشتركوا في القناه الثانيه تاعي نخليها لكم في صندوق الوصف.